الحسين منزل وميزان ومنزل، فهو منزل أمن للتائهين وميزان حق للصالحين، ومنزلة رفيعة من منازل الجنة للمؤمنين. العبور إلى الحسين عليه السلام يتطلب العبور عن كل مغريات الدنيا وملذاتها وشهواتها ورغباتها ومباهجها وبهارجها. فمن أراد الحسين فليجعل كل ذلك وراءه. الخروج من دائرة الخوف هو الشرط الأول للدخول في دائرة عاشوراء. لقد قتلوا الحسين حتى لا تنفلت منهم دنياهم، غير أن الحسين أمسك بزمام التاريخ فكب عليهم دنياهم وطمهم فيها إلى الأبد. الحسين ثار الله، وقد أسكن الله دمه الجنة، فلن تضيع منه قطرة واحدة، لا عند الله ولا عند الناس، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في التاريخ. عاشوراء عنوان لألف درس في العزة والكرامة، وألف مثال للوفاء والشجاعة، وألف منهج للنهضة والثورة، وألف مشروع للجهاد والتضحية. فكل حرف في عاشوراء يحمل كل التاريخ. الحسين عليه السلام أول شخص كانت ولادته لشهادته، فما أن ولد حتى أقيم العزاء على شهادته ومقتله. والحسين عليه السلام أول شخص شهد مقتل أصحابه واحداً بعد واحد، ثم شهد مقتل إخوته واحداً بعد واحد، ثم شهد مقتل أولاده واحداً بعد واحد، ثم شهد مقتل جسده عضواً بعد عضو. وعندما كان الجلف الجافي شمر بن ذي الجوشن يجلس على صدره المقدس ليحتز رأسه الشريف، كان الحسين يرى ما يفعل به شمر، ويجد ألم خنجره وهو يفري أوداج رقبته ويمزق أوصاله. ومع كل ذلك فهو لم يستسلم ولم يتنازل ولم يهادن. كان الحسين شهادة خالصة مخلصة مخلصة.